بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات الاسكروتامول. منين نتكلم اذا عن الاسكروتامول؟ اخذنا جزئين، الجزء الاولاني اللي هو السكين المزود بالدارتس ماسل واللي بيعمل رينكلينج، وعندنا الجزء الثاني اللي هو السبيرماتيك كورد. طبعا ده كده ايه المقدمه الحنينه، نبدا نخش في الاكشن شويه. طبعا الدرس ده يا شباب بنسميه ال walls of the scrotum، او الجدران بتاعت الايه، او layers of the wall of the scrotum، يعني الطبقات المختلفة للجدار بتاع السكروتم. زي ما احنا متعودين انا ببدأ، بحب دايما ابدأ من بره لجوه. انا عندي ادي السكروتم، وهتلاحظ ان في كشكشة كده، خلاص كده. و طبعا بتشيل السكن او الجلد بتاع السكروتم، تبدأ تظهر لك العضلة بتاعتنا اللي هي الدارتس. وبمناسبة كلمة تيونيكا ديت يعني كوت، أو يعني ممكن تقول كده إيه اللي هو جراب، أو ممكن تقول أو حاجة كده بتنزل إيه تحاوط السبيرماتيك كورد، خلاص كده. تيونيكا دارتوس، ودارتوس دي نسبة للدارتوس ماسل أو العضلة اللي بتعمل الكشكشة في السكروتال سكين. وبعدين بينزل هنا السبيرماتيك كورد، والسبيرماتيك كورد في الحقيقة طبعا هو عبارة عن الكونتنت الداخلي أو المحتويات الداخلية اللي هي فيها البلاد فيزلز أو الأوعية الدموية، وفيها كمان الفاس ديفرنس أو الوعاء النقل اللي بين الحيوانات المنوية. لكن غير كده هو بيبقى عبارة عن 3 لايرز، أو بيبقى عبارة عن 3 طبقات، فاشية بره فاشية جوه، عضلة في النص. تاني كده اللايرز بتاعت اليمين اللي هي السبيرماتيك كورد، فاشية بره فاشية جوه وعضلة في النص. طبعا العضلة كلنا عارفين وظيفتها، بتبدأ إن هي تعمل إليفيشن أو ديبريشن في التستس، ترفع وتنزل التستس طبعا عشان إيه، مسألة تنظيم الحرارة. لما نيجي نتكلم عن اللايرز الخاص ب السبيرماتيك كورد، عندك أول فشة، الفشة الخارجية اللي هي بتبقى ملامسة للتيونيكا دارتوس، أو بتبقى ناحية بره ناحية الدارتوس مثلا، ودي بنسميها الاكسترنال سبيرماتيك فشة. نبدأ إن احنا نطلع فوق بقى في المفتوحة، لازم طبعا تقطع الاكسترنال سبيرماتيك فشة عشان تتفرج على بقية اللايرز والمحتويات الداخلية. بالتالي نيجي نبص كده فوق، ادي يا سيدي السبيرماتيك كورد، وهو نازل من عند الابدومن وعند البلفس او الحوض، وداخل جوه 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 رايح ناحيه الايه، السكروتم. عشان كده بقول لك السكروتم محتويات الداخليه تقول لي والله التستس والابيديدمس والسبيرماتيك كورد، تقول لي الولز او الجدران اقول لك والله السكروتال سكين والتيونيكا دارتوس ماسل اللي بتعمل رينكلينج والسبيرماتيك كورد. طب السبيرماتيك كورد عباره عن ايه؟ تقول لي والله عباره عن الفشه الخارجيه الاكسترنال سبيرماتيك فشه، وفي ليرز ثانيه. طب تعالى نشوف الليرز الثانيه. الناحية التانية نضرب عينين الناحية التانية، هنجد ادي الاكسترنال سبيرماتيك فاشيا برضو، ادي الاكسترنال سبيرماتيك فاشيا. طب لا، وايه الفرق؟ هنا الاكسترنال سبيرماتيك فاشيا نازلة كلها بالكامل، انا قافل السبيرماتيك كورد او الحبل، مش عايز اوريك اي محتويات داخلية. انما الناحية التانية انا عايز اوريك المحتويات الداخلية، فانا طبعا ايه، واخد بالك، فاتح الاكسترنال سبيرماتيك فاشيا وبوريك اللايرز اللي تحتيه. عندك ادي الاكسترنال سبيرماتيك فاشيا، وهنا عندنا الداخلية الانترنال سبيرماتيك فاشيا. يبقى فشه خارجيه فشه داخليه عضله في النص، الاكسترنال سبرماتيك فشه والانترنال سبرماتيك فشه، وهنا في عضله تسمى السبرماتيك ماسل. نطلع نجيبها من البيانات، الكريماستريك ماسل، ماشي، الكريماستريك ماسل. طيب يبقى انا عندي هنا ثلاث حاجات، الاكسترنال سبرماتيك فشه فشه خارجيه، والانترنال سبرماتيك فشه فشه داخليه، والكريماستريك ماسل. والكريماستريك ماسل دي هي العضله اللي بتعمل ايه بقى؟ ايوه شاطر، بتعمل اليفيشن وديبريشن في التستس، يعني بتبدا ان هي لما تعمل كونتراكت او تنقبض بتبدا ان هي ترفع التستس لفوق وتقربها من الجسم عشان تدفي للتستس او الخصيه، ده في الكولدنس في البرد. واول لما الدنيا بتدفي بتبدا ان هي تعمل يعني ريلاكسيشن او استرخاء، تسترخي خالص، فالتستس تبدا ان هي تنزل وتاخد موقعها الطبيعي جوه الايه؟ جوه السكروتم او جوه كيس الصفر. خلاص كده؟ يبقى دي وظيفة الايه؟ الكريماستر ماسل، وده موضوع بيتشرح لوحده. خلاص كده؟ انما انا كل اللي يلزمني انه اللايرز التلاتة دول بينزلوا كده جوه، واخد بالك، التلاتة لايرز اللي هم الانترنال والاكسترنال سبرماتيك فاشا والكريماستر ماسل، التلاتة لايرز التلاتة بيبدأوا ان هم ينزلوا هنا 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 جوه ويخشوا لك في الايه؟ السكروتم وفي كيس الصفن، ويحاوطوا التستس او يحاوطوا الايه؟ الخصيه. وبالتالي لما اجي اقول لك هنا السبيرماتيك كورد داخل هنا جوه السكروتم وجوه كيس الصفن وده ثلاث طبقات، تقول لي ادى الانترنال والاكسترنال سبيرماتيك فشه، وفي النص الكريماستريك ماسل اللي بترفع وتنزل الايه؟ التستس. وده كده يعتبر الايه؟ الوولز. لما اجي اقول لك بقى الوولز اوف ذا سكروتم، اظن انت كده عارفها، نجمعها مع بعض الفيديو الجاي ونكمل كلامنا عن السكروتم.